عانيت مع واحد الزوج مده طويله، عانى ولادي من العنف، من كلام النبي. ولادي ولاو معقدين، مرضوا نفسيا، مابقاوش قادرين يتكونتاكطاو مع الناس، مابقاوش قادرين يمشيو للمدرسه. المعاناه ديالي تزادت منين طلبت من الحقوق ديالي اللي هو الطلاق. بدا تيهددني، تعرضت للعنف الجسدي، تعرضت للعنف النفسي، بدا تيهددني بالقتل، كيقول لي غنقتل لك وغنقتل العائله ديالك كامله. ولادي تعرضوا لمحاوله اختطاف من المدرسه، مابقاوش بغاو يمشيو للمدرسه، كيقول لي الدراري غيضحكوا علينا. انا اللي خصني نحمي ولادي قدراتي، انا خايفه، انا خصني اللي يحميني. درت محاضر، درت شكايات، كلشي في انتظار البد. انا مهدده بالموت في اي لحظه، ما بقيتش كنخرج من الدار، ولادي ما كيخرجوش، حنا اللي ما دايرين والو، سادين علينا في الدار وهو كيدور. تحولنا 3 المرات، فين ما مشينا تيجي لينا، فين ما مشينا تيجي لينا. حبسني على الخدمه باش ما نلقاش باش نصرف على الدراري، حبستهم على الخدمه، حبسني انا على الخدمه وحبسهم هم على القرايه. كنديهم بالتخبيه للمدرسه، تنخرج قبل الفجر باش ما يشوفناش غادي للمدرسه. تهجم علينا مرات ومرات، كيجيو البوليس ما كيديروا لنا حتى شي حاجه. المره الاخرى اللي تهجم علينا كون ماشيه للجمعيه، كون رحنا ميتين كامل، 4 الناس كانوا غادي يموتوا، انا والاخت ديالي ولادي بزوج. داير خطه باش يقتلنا حنا كاملين 4. في دار الجمعيه حنا عايشين دابا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولادي مأزمين حتى لهاد اللحظه هادي، وانا كأم خاصني نحميهم وخاصني نخرجهم من هاد الازمه اللي هما فيها، ولكن ما قادراش، حيت انا لقيت راسي انا مأزمه اكثر منهم. تهجم علينا بالسلاح الابيض المره الاولى والمره الثانيه. باش غندافع على راسي انا بواحد هاد السلاح ابيض، الناس كيتفرجوا حتى حد ما تدخل. حتى المره الاخرى اللي كانت حاضره معنا الجمعيه، اتصلنا بهم وجاو في الوقت، هما اللي عيطوا للبوليس، هما اللي جابوا الصحافه ونقضونا. حنا ب4 كنا دابا غنكونوا ميتين. علاش؟ لان المحاضر باغا في انتظار البت، واحد مهدد بالموت والمحاضر في انتظار البت، والشكايات كتراكم، درت شي 6 شكايات حتى حد ما دار لي شي حاجه. ما عرفتش كيفاش غنخرج ولادي من هاد الازمه، ما عرفتش كيفاش غنخرج انا راسي. انا حتى مرة تعرضت للعنف ما تسكت، لان هاد السكات هو اللي وصلنا لهاد الشيء. والمساطر اللي كتاخذ في هاد الشيء ديال العنف ثقيله وطويله بزاف. ما يمكنش واحد مهدد بالموت كيقول لي تسنى الملف ديالك حتى يوصل للدور ديالو.